بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لشابتر 7 في كورس Foundations Engineering 2 اللي هو Design of Retaining Wall، النهاردة هنتكلم على الجزء الخامس، وهنتكلم على أول أنواع معامل الضغط الجانبي للتربة اللي هو هيقدر يخليني أقدر أحسب Lateral Earth Pressure اللي هو At Rest Earth Pressure. زي ما تعلمنا في المرة السابقة يعني ايه كلمة at rest earth pressure. كلمة at rest earth pressure او pressure at rest المقصود ان انا حاطت هنا هوت حيطة very rigid. very rigid يعني very rigid يعني قوية جدا، مهما يجي لها فرص هنا لن تتحرك قيد أمولة، يعني مش هتتحرك خالص، عشان كده بيسموه at rest. يبقى مبدئيا لازم دي تكون قوية جدا عشان اتكلم ان هي مالها at rest. طيب عايزين نحسب بقى الكي بتاعته اللي هي اسمها الكيمين نوت. نحسبها ازاي؟ مبدئيا لو هنقول ان at rest earth pressure ده بيحدث امتى؟ لما no wall rotation، مفيش اي حركة، ده خلاص ثابت، ما حصلوش ايه مثلا حركة كده او حركة كده. لو حركة كده او حركة كده at rest مش هينفع، ماشي. الكلام ده انت بيحصل في البريزد وول اللي هي البيزمنت وول فور اكزامبل. لو انا مثلا عندي بريزد مين وول في الايه، في البيزمنت، في اللي هي الحوائط بتاعه الايه، البدروم. طيب نحسب كي نوت ازاي؟ كي نوت ممكن نحسبها كالاتي: 1 ناقص ساين فاي بتاعت السويل دي. بس الكلام ده لما التربه مالها كورس سويل. يعني ايه كورس سويل؟ يعني تربه ليها فاي والسي بتاعتها بكام؟ بصفر. اما لو التربه بتاعتي ليها سي، فالكي نوت عباره عن 0.44 بلس 0.42 في البلاستيسي اندكس على مين؟ على 100. بس الكلام ده للنورمالي كونسوليديتد سويل. نورمالي كونسوليديتد مين؟ سويل. والكي نوت بتاعت الاوفر كونسوليديتد، عشان بقى لو انا عندي تربه اوفر كونسوليديتد، فبتساوي الكي نوت بتاعت النورمال اللي انت جايبها في الاو سي ار اللي هي الايه، الاوفر كونسوليديشن ريشيو، او جذر الاوفر كونسوليديشن مين ريشيو. يعني هي عباره عن كي نوت بتاعت اللي هي الان النورمالي كونسوليديتد جذر مين؟ الاو سي ار، ده للاوفر كونسوليديتد مين سويل. طب انا بجيب الكي ليه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت؟ ده هي دي اللي هتجيب لي السيجما هوريزونتال. ليه؟ انت عندك سيجما فيرتل عباره عن جاما في مين؟ في الاتش بتاعتك او في الارتفاع اللي انت عايز تجيبها. السيجما هوريزونتال ما هي الا بتساوي مين؟ كي في سيجما مين؟ فيرتل. في بعض العلماء طلعوا برضه قيمه للكي نوت مختلفه شويه. عندي جاكي وبروكر اند ايلاند قال لك ان كي نوت بتساوي ام ده رقم ثابت ناقص ساين مين؟ فاي. طب ما ده اللي احنا قلناه اللي هي 1 ناقص ساين فاي. حتى هو قال لي للساند والنورمالي كونسوليديتد كلي قال لا خد الام بواحد، مش زي ما قلناها المره اللي فاتت عشان نطلعها. والكلي بقى الاوفر كونسوليديتد اكبر من 2 خد الام بكام؟ ب 0.95. ويبقى اقول دي طبعا خلي بالك اوفر كونسوليديتد كلي ممكن تبقى السي بكام؟ اسف الفاي بكام؟ بصفر، فتطلع الساين وتبقى القيمه بتاعتها مباشره الكي نوت. برضك بروكر اند ايه ايرون طلع قيم ثانيه للكي نوت قال لك دي بتساوي 0.4 زائد 0.007 في البلاستيسي اندكس. لما البلاستيسي اندكس من 0 لكام؟ ل 40، يعني التربه مالها البلاستيسي بتاعتها مش عاليه. اما لو البلاستيسي عاليه فقال لك لا يبقى 0.64 بلس 0.001 في البلاستيسي مين؟ اندكس. في عالم ثاني اللي هو شريف ومين وشباشي دوت قال لي ان الكي نوت بتساوي ايه؟ لامدا زائد الفا في الاوفر كونسوليديتد ناقص مين؟ 1. ايه لامدا والفا دي؟ قال لك لامدا بتساوي 0.54 بلس 0.00444 في ليكويد ليميت ناقص كام؟ 20. والالفا بتساوي 0.09 في مين؟ او زائد 0.00111 في الليكويد ليميت ناقص مين؟ 20. لما الليكويد ليميت اكبر من 110 دخلنا بقى في تربه مثلا البلاستيس بتاعتها عاليه قوي، فخد اللامدا بكام؟ بواحد، وخد الالفا بكام؟ 0.16. المهم خلاصه في الاخر ان انا عايز اطلع الكي نوت. ليه؟ عشان اطلع منها السيجما هوريزونتال بتاعتي. خلي بالك لو انا عندي حمل هنا اهوت برضك ده حمل راسي وعايز اجيبه افقي، اقول له ده بيديني رقم ثابت كده اللي هو عباره عن الكيو في الكي نوت بتاعتي، غير بالاضافه لمين؟ للارس بريشر العادي اللي هو جاما في الزد. جاما في الزد ده اللي هو السيجما فيرتيكال مضروبه في مين؟ في الكي. يعني اقول زائد الجاما في زد بس في مين؟ في الكي نوت بتاعتي. يعني لو قلنا مثال بسيط زي ده كده، انت عندك دلوقتي مفيش هنا حاجه اسمها ايه؟ كيو. عايز احسب الايرث بريشر هنا هوت التوتال، اقول له سهل جدا، هنا السيجما فيرتيكال هنا عباره عن ايه؟ جاما في اتش، بس انا عايزها هوريزونتال فتبقى ايه؟ كي نوت في جاما في مين؟ في اتش. ده كله جاي كده طبعا فوق بصفر وجاي بالشكل ده. لو عايز اجيب بقى المثلث دوت اجيب المحصله بتاعته، يبقى الاي نوت بتاعتي نص جاما في اتش سكوير في مين؟ في كي نوت. بتاثر على مسافه قد ايه؟ اتش 3. ببساطه يبقى انا جبت الحيطه بتاعتي عليها قوه
قد ايه. كده يبقى قدرت تحسب الارس بريشر في حاله الاتريست. امال بقى لو كان اكتف وباسيف، ده اللي هنشوفه المره القادمه ان شاء الله. شكرا.